الميك اب حلو ولا لا؟ ممتاز اكسترا. القالب غالي. انا اللي عاملاه. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى شد حيلك شد حيلك. شايفينها كويس؟ اه شايفينها. البعض بيتهمك بالاثاره في اطلالاتك على السوشيال ميديا، تقولي لهم ايه؟ لا خالص على فكره، اعوذ بالله. يعني انا سكسي بس بطريقه شيك شويه. روحي الله يحفظك. سكسي بطريقه شيك وسكسي بطريقه اه طبعا مش اوفر، يعني انا مش بسير الجدل في جسمي. لا اسير كاشف مغري ببين بس بطريقه شيك وكلاس، فاهم؟ اما مطلوب المراه انها تظهر جمالها وتبين جمالها؟ اه طبعا طالما في الحدود عادي يعني. شايف؟ فعلا لك هي ملفحة وهدي مو ملفحة. ها؟ ملفحة. شايفها كويس؟ اه مو ملفحة. نفسي ابقى موديلنج معروفة جدا، سواء في السوشيال ميديا او في الموديل ميك اب او فاشن وات ايفر. يا اله ما احلى التصوير. حياتي عايزة اتجوز سري عربي. اخ يا ولي اخ. اخ يا يما اخ. لو جوزك قال لك هتجوزك وتقعدي في البيت وما بيلكيش اي اكتيفيتيز خارج البيت، هتوافقي ولا ترفضي؟ على حسب. اي على حسب، هي بدي لي طلباتي ولا لا؟ علي ما علي، لا نايمك على حرير، وبدي اجيب لك بيك اوب دبل كابين اخر موديل، وبدي اعمر لك قصر يلدس فوق راس الجبل، شو قلتي؟ يديني وانا هقعد يعني ست شيك محترمه في نفسي وما فيش مشكله عادي. ورجيني لشوف. لا بظن انت اذا بتتجوزي سم الهاري وبتبطلي شوفت حال علينا يكون احسن. هو عايزني حلوه، انتوا كلكم عايزين الست حلوه. هيك الواحد بيتصبح بوش حلو وبيتمسى بوش حلو. البعض شايف اطلالتك النهارده نوعا ما فيها اثاره، تقولي لهم ايه؟ يعني المهم اللي هي عجبتك. لا تخرج قبل ان تضع عليك وتكتب ام سبحان الله. دلوقتي في ترند طالع يقول لك المراه المصريه او اي المراه مش من حقها تساهم مع جوزها لو بتشتغل، مش من حقها تطبخ، مش من حقها تساعد جوزها في البيت، مش من حقها ترضع. ما سمعت شو قلت؟ مش من حقها ترضع. انت معتقد ان المراه تبقى شخصيه مستقله؟ لا هو عادي، يعني هي بتعمله كحب بس، الفكره اللي هو ما يكونش مفروض عليها اللي هي تعمل 1 2 3، طالما بالحب تمام، بالفرد لا. الله، للحب مكان كبير في نفسي وقد نذرت نفسي لحب الفن والفن فقط. لو تعرض عليك التمثيل ودور اغراء توافق ولا ترفض؟ على حسب، لو مش يعني ملامح جسمي مش باينه قوي انا موافقه. اكتر من هيك ببقى. لا ما هيك قصدي. لو تعرض عليك لبس ان هو يكون مثير شويه بتاع، في مشهد في قبله، مشهد في حضن، تعملي ايه؟ نو. باتت بصمه لن تمحى من ذاكرتكم. نعم انها نجمه اثرت قلوب الكثيرين. حتى لو قدام نجم كبير؟ لو مين؟ لو عارف كريستيانو رونالدو بطل. ولك الهي بتنشلخي من حناكك شلخ. اوعك اسمعها طالعه من تمك مره ثانيه كلمه بطل، اوعك. كلميني على الاوتفيت النهارده والاطلاله بتاعتك، اخترتي ليه اللون الاسود؟ يعني الاسود يليق بي. القصه مش هيك، بس مثل ما بتعرفوني انا موديل وكل ما بيجيني شو مجبوره اسافر واشتغله. اعتمدت على الميك اب السيمبل ولا الميك اب شويه سموكي؟ عندنا اسمه ببور بيندق دق، هذا ببور على الكوز بيندق دق، عرفت كيف؟ اشمعنى يعني اخترتي ليه الستايل ده؟ انا ملامحي حاده فاللوك سموكي بيليق فيا. قبل الاكل ولا بعد الاكل؟ شو قصدك؟ مع شعري الاسود مع دريس الاسود وانا بيضة. الحقيقة افهمتيني بهذا الجواب، افهمتيني نعم. لحظة، لا تنسوا اشتركوا بالقناة وحطوا لايك.